الأسس اللي استندت عليها جنابك يعني وصفتها حالة إحباط، يعني الآن الظرف الزمكاني اختلف، الوضع الجيوسياسي أيضا اختلف، الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي واهتمامها الكبير الحقيقة منذ انتخابات 2018 وما قبلها كان حاضر وباهتمام وتعطي تقارير ممتازة، وأما دخول مجلس الأمن فكان بناء على طلب الحكومة العراقية استنادا إلى طلب الجماهير والمنتفضين الذين كانوا يطالبون بالإشراف الأممي على الانتخابات، فالحكومة طلبت الرقابة مو الإشراف، لأن الإشراف تدخل بالشأن السياسي. الوضع يعني الحالي أنا مواتي جدا لإحداث تغيير ولو جزئي، يعني السابق يعني قبل شهر أو قبل يعني 20 يوم فعلا كانت حملات المقاطعة، وبالمناسبة بعض المقاطعين يعني أنا أتأسف يعني أنا كحزب قاطعت وأعلنت قناعتي أنه هذا بسبب المال السياسي وبسبب التزوير والفساد، زين خلص قاطعت وهذا مبرر، ليش تطلع مظاهرات تشجع الآخرين يقاطعون؟ لا، ما من حقك تأثر على الآخرين، الآخرين هم عندهم عقل ويفكرون ويقاطع ويشارك أو لا بالعملية السياسية. فالمقاطعين معظمهم اللي حسوا ما راح يحصلون نتائج فحفظ لماء الوجه قال لك خلنا نقاطع ونطلع وإحنا الحمد لله. فالتغيير يحدث تدريجيا لأن نظامنا السياسي، وأنا ترى من المتذمرين جدا من النظام السياسي ودائما نحكي وصلح، لا مريد نغير، لكن الوسيلة ما أريد أنتظر الجنرال اللي راح يجي واللي هذا مثل الحلم ومن يقول راح يطلع خوش آدمي، فخلي أروح أشارك أغير 30% من البرلمان، هاي كفاية، هاي خطوة بالاتجاه الصحيح، راح يمكن هاي 30% يتحدون يصيرون بيضة قبان في اختيار الرئاسات الثلاثة. نعم.